إلينا من الحدود الإسرائيلية اللبنانية أحمد البديري مراسل غد بداية أحمد طبعا حالة من الاستفارة علي ما يبدو وحالة من التأهب طبيعة الوضع لديك قائد الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي كان قد حذر من أنه حسب المعلومات الاستخباراتية يمكن لإيران بأن تضغط على منظمة حزب الله التي تقوم بمجموعة من العمليات ضد إسرائيل وذلك نتيجة ما تبقى من عدة أيام لولاية الرئيس الأمريكي ترامب وهذا في إطار الاستعدادات الإسرائيلية من قبل يعني الاستخبارات العسكرية الجيش الإسرائيلي البحرية الطيران الدفاعات الجوية وما إلى ذلك هنا في الحدود الشمالية الأمور هادئة ولكن يبدو بأنها حذرة جدا العديد من القوات الاسرائيليه قد ابتعدت الى حد ما عن منطقه الحدود وذلك خشيه القناصه التي يمكن لحزب الله استخدامها وذلك لاسقاط عدد من الجنود الاسرائيليين ردا على عمليه قتل عدد من مقاتلي حزب الله قبل عده اشهر في دمشق، وبالتالي الحجه اللبنانيه كانت موجوده وهذا في اطار التصعيد الحاصل، ايضا في اسرائيل يقولون بانهم يخشون من استخدام الطائرات بدون طيار، صواريخ، عمليه بحريه، ان يكون هنالك عمليه استخدام القناصة وطلقات عن بعد ولكن في نهاية المطار الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب هنالك أيضا إعاز من قبل الجناح السياسي أي الحكومة الإسرائيلية إلى القيادة العسكرية بالقيام بما هو واجب وأيضا القيام بعمليات يعني قيل بأنها العمليات الأبعد في الأفق دون التوضيح ماذا هذا يعني ولكن تم الإعاز من قبل السياسي القيادة السياسية باتخاذ هذه التدابير العسكرية وذلك إما بضربة استباقية أو بان يكون هنالك محاوله لردء ودفع اي هجوم تقوم به حزب الله السبب في ذلك في اسرائيل يقولون بان هنالك ضغوط تعاني منها ايران وبالتالي تحاول ان تستخدم ادواتها في المنطقه فيلق القدس في, في في سوريا حزب الله في جنوب لبنان وهذا الاطار الذي يتحدث في الجانب الاسرائيلي ولكن على الارض نحن لم نرى شيئا كثيرا لربما يتحدثون عن معلومات استخباراتيه من هنا وهناك ولكن راينا بعض الحوامات العسكريه الاسرائيليه المتطوره والتي كانت تحلق في ارتفاعات منخفضه حقيقه، حتى في بين الوديان راينا مثل هذه الحوامات، ولا نعلم اذا ما كان هنالك استخدام لاي من الطائرات بدون طيار الاسرائيليه، يعني عصر اليوم سمعنا بعض الطائرات الحربيه الاسرائيليه وهي تحلق في هذه المنطقه في المنطقه الشماليه، واخيرا لابد الاشاره الى ان بنيامين نتنياهو قال بانه سوف يتم منع ايران ومهما كلف الثمن من امتلاك اسلحه نوويه وهذا التهديد ياتي في نعم. اطار ان الجانب الاسرائيلي سمع وطبعا تم اعلانه من قبل طهران بالبدء بارسال الغاز الى داخل المفاعلات النوويه لرفع نسبه توليد الطاقه النوويه، وطبعا هذا جزء من المشروع النووي الايراني الذي عمليا تم تنشيطه. من الحدود الاسرائيليه اللبنانيه احمد البوديري مراسل غد شكرا جزيلا لك.